السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سأتي على ذكر عالم هو قدوة للعلماء على ما ينبغي أن يكون عليه العالم. أن العالم يا إخوة ليس منصبا وليس جاها وليس ثروة ومالا، إنما العالم عمل. العالم بدون عمل لا يساوي شيئا. العالم لابد أن يقرن علمه بعمله، فإذا ساء عمله كان علمه كلا شيء. وشخصيتنا اليوم الجليلة هي شخصية من عشرات الآلاف من عظماء العلماء الذي نفخر بهم على الدنيا، لكن أين الإعلام؟ أين الإعلام الذي يوصل هذه الشخصيات إلى الناس؟ أين الوسيلة الإعلامية؟ اليوم شبابنا علقوا بالكرة والتمثيليات والأغاني والأبطال والنجوم والممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات، الأحياء منهم والأموات، لكن ما علقوا بهؤلاء العلماء، ما عرفوا سيرهم، ما عرفوا جمال سيرهم وروعة حياتهم. عالمنا اليوم اسمه بقي ابن مخلد. لو عملنا استفتاء بين جميع جماهير المسلمين، علمائهم ومثقفيهم وطلاب علمهم وعوامهم، من هو بقي ابن مخلد؟ لكانت النتيجة مؤسفة أيما أسف. المهم، هذا الرجل قرطبي ولد في حدود سنة 200 وتوفي سنة 76 و200، لمن ضيع التاريخ الهجري أيضا قبل 1150 سنة توفي، قبل 1150 سنة توفي، يعني حدود سنة 840 ميلادي. هذا الرجل العظيم ارتحل إلى المشرق ليطلب الحديث، لأن أندلس لم تكن دار حديث. أندلس كان فيها علماء، فقهاء كبار، علماء لغة، علماء أصول تفسير، عقيدة، لكن الحديث ما كانت دار حديث الأندلس. فدخل الحديث بفضل الله تعالى إلى الأندلس على يد بقي بن مخلد. هذا ارتحل في رحلة طويلة جليلة عظيمة إلى المشرق، وأخذ على الإمام أحمد بن حنبل وأخذ على أئمة آخرين، وأدخل علما جليلا إلى الأندلس، حيث سارت بعده دار حديث الأندلس بفضل الله تعالى. انظروا لرجل كيف يغير بلدا بكاملها مسارها العلمي والثقافي. لما ذهب إلى بغداد، كان إمام أحمد وقت المحنة كان معتزلا للناس بأمر الخليفة، فاحتال حتى استطاع أن يصل إلى الإمام. قال له: أنا رجل أندلسي غريب، ما عندي أحد، فأنا جئت من أجل أن أقرأ عليك. وفعلا استطاع الإمام أحمد أن يدخله إلى دهليز داره كل يوم في الدهليز. الدهليز يعني مثل بهو الضيق الطويل، ويدخله كل يوم حتى قرأ عليه بقي ما يريد من الأحاديث بهذه الطريقة. ما كان أحد يقرأ عن الإمام أحمد إلا بقي بن مخلد، سبحان الله. فلما عاد إلى الأندلس عاد محملا بالأثر الكبير والأحاديث الكثيرة. الأندلس دار الإمام مالك، والفقهاء ما كانوا يعرفون أكثر هذه الأحاديث. كان بقي يفتي بالأثر، رجل مجتهد، ما يفتي بمذهب الإمام مالك، يفتي بحسب الأحاديث. فقام عليه علماء الأندلس وشكوه إلى الخليفة في الأندلس، كان اسمه محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن والد المستنصر مشهور، فأتى به وأتى بمصنف بن أبي شيبة الذي كان العلماء مزعجين بسببه، وطلب منه أن يقرأه عليه في قصر بحضور العلماء. فقرأ كثيرا من المصنف، فقال: لا أرى فيه شيئا، اقرأه وانشر علمك، ونهى العلماء أن يتعرضوا له. حياته عجيبة، كانت تتجلى فيها الرحمة بالضعفاء، الرحمة بالمساكين. ما كان عالما في برج عاجي بعيدا عن الناس، ما له وما لهم، لا، كان يجلس مع الناس، يباشر الناس، يعيش مع الناس. وكان صاحب كرامات في هذا. جاءت إليه امرأة قالت له: إن ابني في الأسر، وإنه لا حيلة لي، وإني والها، ما تستطيع أن تصبر يعني، فانظر إلى من يفتديه. يعني كما نقول اليوم وساطة، تريد وساطة، وساطة بقي. قال لها: اذهبي أفعل إن شاء الله. أطرق قليلا، حرك شفتيه بالدعاء، هذا الذي صنعه سبحان الله، حرك شفتيه بالدعاء وأطرق قليلا. ابنها في الأسر سقط قيده فجأة، سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو.
فنظر إليه الموكل به المرسم به كان يسمى، فتحير تعجب، فأتى بالحداد وقيده من جديد، فما إن قام ليمشي ابنها سقط القيد. فتعجبوا، أتوا بالرهبان، قالوا ما هذا؟ قالوا ألك والدة؟ قال نعم. قال فقد وافق دعاؤها الإجابة، سبحان الله العظيم، وردوه ببركة دعاء هذا الرجل العظيم رحمه الله. امرأة ضعيفة تأتيه يمشي معها مشي إلى جيان، رجل آخر في مظلمة مشي معه إلى إشبيليا، رجل آخر في مظلمة أخرى مشي معه إلى البيرة، من هنا من قرطبة، كان في قرطبة هو، من قرطبة إلى إشبيليا، من قرطبة إلى البيرة، من قرطبة إلى جيان، كل هذا مشيا على الأقدام، سبحان الله العظيم رحمة الله تعالى عليه، يعني كان يعين ويساعد ويعاون الضعفاء والمساكين. أما جهاده في سبيل الله فقد كان عجبا من العجب. حكى عنه الرواة أنه رابط، اسمعوا هذه الكلمة العجيبة، رابط في 72 غزوة في سبيل الله. الله أكبر، 72 غزوة رابط في سبيل الله رحمة الله تعالى، عالم مجاهد أيضا، جمع أطرافا من العمل، نصرة الضعفاء، الدعاء للمساكين والضعفاء والأسرى، المشي مع الناس المظالم، الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، انظروا، يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. فهذا رابط في 72 غزوة، وقيل إنه لم يذق اللحم 40 سنة إلا من مراعي الروم في الجهاد، 40 سنة ما ذاق اللحم إلا في مراعي الروم في الجهاد رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه. أما يومه، جدوله اليومي، فقد كان عجبا من العجب. هذا جدول، يعني من نقل هذا الجدول اليومي؟ حفيده. قال جدي كان قد قسم زمانه في أعمال البر. أولا كان يصوم الدهر كله إلا يوم الجمعة يفطر، وبعد ذلك يصوم الدهر، يعني كل الأيام صائم إلا هذا اليوم يتفرغ فيه للجمعة ولأهله وكذا. قال إذا حان وقت الفجر نزل صلى الفجر وتفرغ للطلاب، فيظل يسمع، يعني يقرأ عليهم الحديث أو يقرؤونهم عليه إلى الظهر، فيصعد إلى الصومعة، صومعة يعني المئذنة، يصعد إلى الصومعة فيكون هو المؤذن مبتدئ بالأذان فيؤذن، ثم ينزل ويصلي ويسمع إلى العصر. اسمعوا، أنا أريد فقط تتخيلوا هذه، لا تسمعوها كأنكم تسمعون خبرا من الأخبار العادية أبدا، من صلاة الفجر يسمع إلى الظهر، يؤذن يصلي يسمع إلى العصر، ثم يصلي العصر يسمع إلى المغرب أو قبله بقليل. ماذا يصنع قبل المغرب؟ قالوا يهبط إلى القبور، يهبط إلى القبور، يدعو لأهلها، يستغفر لهم، يجلس في القبور يبكي ويعتبر بحال القبور، سبحان الله العظيم، يجلس إلى جيرانه يحدثهم يؤانسهم، يسمع أخبارهم، يدخل في حل مشكلاتهم، يسمع طرفا من قضاياهم، حتى العشاء إذا صلى العشاء انقلب إلى أهله، آنسهم، كلمهم، حدثهم، ثم ينام، فيقوم في الثلث الليل فيقرأ ويدعو ويستغفر إلى أن ينبلج الفجر، سبحان الله العظيم. وربما ختم في الليل، في ثلث الليل الآخر، كان كثير الختمات متوالية، كثير الختمات رحمه الله تعالى، كثير قراءة القرآن رحمه الله تعالى، كثير الاستغفار والدعاء والذكر. كان يصلي كل يوم 100 ركعة، 100 ركعة تطوعا، التطوعات مع المفروضات، لو أردنا أن نصلي 12 ركعة كل يوم، ونصلي الوتر 11 ركعة، والفرائض 17 ركعة، لكانت 51 ركعة. كل هذا، فهو يصلي غير هذا 100 ركعة تطوعا رحمه الله تعالى ورضي عنه. فانظروا لهذا الجدول العجيب الجامع بين الدنيا والآخرة على وجه جليل.
فلا نراه يقصر في شيء، مع أهله يعطيهم حقهم ويأنسهم يحدثهم كل ليلة بعد صلاة العشاء، مع جيرانه كل ليلة ما بين المغرب والعشاء، في تعبده لله سبحانه وتعالى شيء راقي وراقي جدا، كثير الختم، كثير الدعاء، كثير الذكر والاستغفار والبكاء وقراءة القرآن وإلى آخره. في تعليم العلم وجه عجيب في تعليم العلم، من صلاة الفجر تقريبا إلى قريب المغرب وهو يعلم ويسمع الناس ويحرص على تعليمهم. في الشأن العام السياسي كان صح التعبير للدولة الجهاد، 72 غزوة غزاها في سبيل الله تعالى، فجدول رائع متوازن جليل عظيم على وجه لم أسمع لعالم العلماء مثله إلا قليلا، لمثل جدولي هذا إلا قليلا، رحمة الله تعالى عليهم، التوازن وإعطاء كل ذي حق حقه والصبر على القراءة الطويلة، وإليه بعد الله سبحانه وتعالى يرجع الفضل في نشر كثير من المسانيد الحديثية والسنن الحديثية في الأندلس، إضافة أن ألف كتابين قيل أنه لم يؤلف في تاريخ الإسلام مثلهما، وللأسف كلا كتابين قد ضاع ما نعرف عنه شيئا، المسند الذي يحوي الأحاديث، والتفسير الذي قال وأعظم من تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، ضاع فيما ضاع من الكتب وحرق من الكتب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فرحمة الله تعالى على بقي ابن مخلد ورفع درجته في عليين وألحقنا بها على أحسن حال، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لشخصية أندلسية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.